ظل هذه الأزمة أو الجائحة ديال الكوفيد آه شنو يمكن لك تكون على الوضعيه ديال المنشد خصوصا اللي عنده يعني المورد الرزق ديالو فقط هو الانشاد هذه نقطه مهمه استاذ سهام هو كيف باقي القطاعات هذا القطاع ديالنا الحمد لله الغير مقنن والغير مهيكل حتى هو واحد واحد النوع من المشاكل الاقتصاديه من ناحيه المنشدين اللي لا حول لهم ولا قوه الا هذا الميدان هذا نعم ولكن كيف ما يقولوا اذا كان رزقك على الله فلا تحزن ربي ما كيسد باب الا كيفتح بيبان الحمد لله كاينين الناس كي كيتعاملوا مع هاد المنشدين معنى انكم اليوم يعني وخا هذه الجائحه كتحضروا مع الاحترام نعم. ديال الشروط يعني الاحترازيه كيف ما كيتقال ولكن كي ماشي بنفس الحضور كيف كان قبل اكيد دابا نقصت القضيه بواحد 90% الناس كامله خايفه الناس كامله نعم. كت في حاله كاين حالات خاصه ان الناس يعملوا شي حاجه في حدود بسيطه من المسائل نعم. الوقائيه الاجراءات الاحترازيه نعم. نعم. من التعقيم ومن الكمامة التباعد و... التباعد هذا الشيء كله كاين كيكون حاضر في المناسبه نعم والمنشدين تيجيو بشكل قليل ما تيكونوش كثار كيف العاده ما بقاوش ديك الفرق اللي, اللي مثلا كيمشي هو ولا يعني كتمشي فرقه اللي هي كبيره فقط ربما كيمشي كلا تمشي لا تمشي حتى العشرة 10 بعض المرات المنشد الرئيسي كمشي. اه دابا تيمشي المنشد الرئيسي ومعاه جوج الناس جوج اصوات ولا ولا غير جوج بعض يقتضى الحال بعض المرات يقول لك الناس جا عندنا يب وحديسك نعم يب وحدك اجي دير لنا الفاروك وقرا لينا المهم بعد ما نبقوش بلاش نعم هذا الشيء اللي كاين وهنا اكيد كيضروا ديك المرافقين ديالكم اللي كيكونوا والحمد لله على كل حال الحمد لله هذا اللي يمكننا نقوله